السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم عليكم السلام الشيخ مصطفى ورحمة العلم. الله وبركاته. نعم. لو سمحت، في 2 زوجات أزواجهم سافروا من أكتر من 7 سنوات نعم. فلم يعلم هل هم أحياء أو أموات، ففي واحدة طلقت والثانية خلعت، فهل يعتدوا؟ في قول بالعدة، و رأي في رأي الأمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه، إن طال بها العهد البعد عن زوجها لا عدة عليها. لكن رأي من الآراء لأمير المؤمنين عثمان، وارتضاه فريق من أهل العلم، فالأفضل والأحوط أن تعتد ولو بحيضة. تعتد ولو بحيض أو حيض. الله يسلمك جزاك الله كل خير إن شاء الله. وياكم، مع السلامة.